سلام الحبابات ديالي، سلام الغزالات، كديري لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم. هذا الفيديو اللي كيشمل بزاف ديال المملحات اللي هما ساهلين وكيجيو لذاد وراقيين، اللي نديروهم في اعياد ميلاد ديال الابناء ديالنا، وعلاش ما نديروهمش في لاستقبال ضيوفنا وبزاف ديال الحوايج. فكتجي فيهم واحد القرمشه خطيره جدا. نخليكم تسمعوا الصوت ديال القرمشه. كان هذا هو الشكل الثاني اللي درت ديال المملحات. كيف ما كتشوفوا فهما جاو لذاد بزاف، جاو الشكل ديالهم زوين بزاف، جاو مورقين. الا لاحظتوا معايا هذيك التوريقه فهي كتبان لكم من 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 هنا من الفيديو، يعني الفيديو كيوضح كل شيء. صافي هادشي اللي كاين. المهم الا ما جيناش نخلقوا واحد الحماس لينا في ديورنا ونخلقوا واحد الجو ونديروا بحال هكا ونحيدوا العجز، وخا البرد الصراحه اللي كيعجز خصوصا ملي كتبداو تغسلوا دوك المعنات والماء بارد، صراحه هذيك هي الحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش. صافي اما ما تبقى عادي ما كاينش مشكل. المهم ندوزو دابا للطريقه ديال العجين. اول حاجه خديت هنا واحد البينيو كيف ما كتشوفوا، راني ما جبت لا معلى والو حيت ما فياش اللي رون بزاف. صافي جبت واحد البينيو عادي، درت فيه الدقيق الابيض ومليحه ومعلقه ديال الزيت، وغنعجنو بالماء البارد من الصنبور، يعني ما دافي ما والو حيت ما فيها الخميره لا والو، وحنا ما بغيناها لا تخمر لا حتى شي حاجه. صافي غنجمع العجينه ديالي عادي ونعاود نرجع معاكم. من بعد ما كملت العجينه ديالي في الجميع، راه ما دلكتها ما والو البنات، غير جمعتها ودخلت لها داك الدقيق صافي، ودرتها في البلاستيك الغذائي وغنساها غنخليها ترتاح، وغندوز نحضر لي الغديوه ديالي. ومن بعد في نفس الوقت انا كنحضر في الغديوه غنحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه البنات، خديت هنا واحد المقيله درت فيها بصيله ودرت فيها الملح والبزار والزيت العود. صافي هادشي اللي كاين. هاد القرعه شديتها دابا انا وريتها لكم، راني حكيتها في الحكاكه الغليظه هي وخيزو، وضفتهم على هذيك البصيله صافي والملح والبزار، وغادي نحرك هادشي مزيان 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 حتى ينسجموا ليا المكونات. ومن بعد غنضيف لها التوابل ديالي. ها ممكن تكتفيوا غير بهادشي، صافي راه جات لذيذه لذيذه بزاف، غير جربوها صدقوني زعما جربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. من بعد زدت هاد صلصه الصوجا الصراحه اللي كتعطي واحد اللذه ولا اروع. زدت هنا شويه ديال التوابل اللي هي التحميره، البزار، سكينجبير، الملحه والخرقوم، وصافي شويه ديال السكينجبير، ونخلط هاد المكونات مزيان 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 ونخليهم حتى يبداو يطيحوا ليا، وغادي نضيف ليهم القليل من الكفته ديال لادان. صافي هادشي اللي درت. صراحه جات زوينه هاد الحشوه، غير جربوها جربوها وردوا عليا، او تخليكم معايا دابا حتى الاخر ديال الفيديو. راني حرقت لكم زعما بزاف ديال المراحل، وحاولت نسرع الفيديو اكثر من القياس باش ما يجيكمش طويل بزاف. دابا غنخلي هذيك الحشوه كطيب والعجينه ديالي راه كترتاح، غندوزو للتحضير ديال الحشوه الثانيه. بالنسبه للحشوه الثانيه كيف ما كتشوفوا، خديت واحد البيكيه ديال الفيرميسيل وواحد شويه ديال الشامبينيون اسود، ودرت لهم الماء طايب، وفي نفس الوقت راني كنحرك في الحشوه ديالي الاولى. المهم كنحرك هنا مزيان. صافي من بعد ما حسيت بالشعريه الصينيه صافي تلقات مع داك الماء هي والشامبينيون، صافي خديت المقيس ديالي وقطعتهم، وفي نفس الاثناء خديت واحد الزليفه اللي فيها لادن، شويه ديال الصدر ديال لادن، درت فيها جوج معالق كبار ديال ياغورت بدون سكر، وضفت ليها معلقه ديال الصوجا والملح والبزار والتحميره. صافي وكنحركوا هاد المكونات. غير تسمحوا لي على الازعاج وعلى هاد الصوت اللي كتسمعوا، عندي واحد الاصلاحات في الدار، ان شاء الله غادي نتشارك معكم هاد الاصلاحات. المهم دابا غنرجعوا للوصفه ديالنا. صافي وفي هاد الاثناء الحبابات ديالي، خديت واحد المقيله ودرت فيها هذاك الفيرميسيل، ودرت لها هذاك الشامبينيون، الملح والبزار والتحميره والخرقوم والسكينجبير عاديين، التوابل ديالنا العاديه، وضفت لها معلقه ديال الزيت العاديه، وكنقطع كنزيد نقطعهم بالمقص ديالي، وكنحرك هادشي مزيان هاد التوابل هادو، وكنضيف لهم صلصه الصوجا لان صلصه الصوجا كتعطي واحد اللذه رائعه راكم عارفين، بلا ما نزيد نوضح اكثر. وفي المقيله درت هذوك التقطعات ديال لادان وطيبتهم حتى هما بوحديتهم في المقله، ومن بعد زدتهم على ديك الحشوه ديالي. صافي وغنخلي كلشي على جنب باش يبرد، وفي هاد الاثناء غادي نمروا باش نحضروا الحشوه الثالثه ديال لاكيش. كنتمنى يكون كلشي واضح، واذا كانت شي حاجه غير مفهومه خليوها ليا في التعليق، وانا مستعده نجاوب اي وحده على التساؤلات ديالها.
صافي في هاد الاثناء البنات خديت الكفته وشي ديال الصوصيص وغنطيبهم بسرعه 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 مع شويه ديال لانشون اللي كان عندي في المجمد كنقطعو كنديرو في المجمد باش كيجيني ساهل بحال هكا في شي وصفات اللي كنبغي نديرو. ونضيف لهم واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا وصافي غنحرك هادشي مزيان 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 حتى يطيبوا ليا هاد المكونات. فهاد الاثناء كيف ما كتشوفوا خديت واحد شويه ديال القشور ديال الكروفيت ودرتهم في الفران حتى تحمروا مزيان مزيان وطحنتهم حتى ولاو بودره. دابا هنا غير وريتكم صافي من بعد غنطحنهم وغنخلطهم مع هذيك الحشوه. وهنا رجعت للكيش ديالي خديت الكيش درت لهم كطبقه اولى هذاك الفرماج باش منين خوي عليهم الصلصه ديالتهم ما تفزكش ليا لاباط وتبقى ليا قاصحه وتبقى ليا مقرمشه. ومن بعد كيف ما كتشوفوا حطيت هذوك الحشوه اللي هي بسيطه ما فيها لا بصله لا والو درت غير الكفته والصوصيص وشويه ديال لانشون صافي درتهم بحال هكا كطبقه اولى. فانا كيف ما كتلاحظوا كنخدم عادي البنات كنخدم بيدي او كنخدم معكم عادي وبطلاقه لحقاش كنحس براسي خدامه مع البنات العاديين خواتاتي كنخدموا عادي بحال كنخدموا في ديورنا. هنا خديت واحد العلبه ديال ياغورت مسوس وضفت ليها شويه ديال الموتزاريلا وضفت لها الملح والبزار وخماره. هذيك الخماره شنو هي شنو كدير الدور ديالها هذيك الخماره البنات باش تطلع لينا شويه تنفخ لينا هذاك الليكيش. بالنسبه لي انا هنا فما عنديش البيض العادي استعملت البيض البلدي. ضفت هنا جوج بيضات بلديين غيجيني الخليط صفر ولكن جابني صدقوني جا ولداد بزاف بزاف بزاف. المهم كنخلط هادشي مزيان 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 كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نوضع هادو بالمعلقه فوق من هذوك الليكيش ديالي وغندخل الخليط كله للفرن. ضفت هنا واحد المعلقه ديال الخل باش تحيد لي هذيك الزفوريه ديال البيض صافي. وفي هاد الاثناء كناخذوا ليكيش كيف ما كتشوفوا واحد جوج ديال ليكيش درت فيهم غير الطون والفرماج لان الابن ديالي ما كياكلش ليا هاد السوسيس والكفته وهذا الشيء. وفي هاد المرحله من بعد ما دخلت هذوك ليكيش للفرن كندوزوا لاصوص ديال البيتزا. بالنسبه لاباط ديال البيتزا راني سبق لي وحضرتها معكم في القناه شحال من مره ولكن هذه كيف ما كتشوفوا البنات انا خديتها جاهزه ما صوبتهاش خديتها غير من بيم صراحه وزوينه صدقت زوينه صافي. درت ليها هذوك الفرماج اولا هو الاول درتو وكيف ما كتشوفوا هاد البيتزا غادي نديرها ساهله مالها ما غاديش ندير فيها بزاف ديال لي زيتاب ما غنديرش فيها البصله مسوطيه ما غنديرش فيها الزيتون غندير فيها غير داكشي اللي متوفر عندي. راه ديما كنقولها لكم من والو كنقدروا نخلقوا كلشي صافي. من بعد كنديروا الطون وكندير شويه ديال الماتيشا عفوا شويه ديال الصوصيص اللي كنشاط ليا من الحشوه الاولى ديال ليكيش ودرت ليهم الزعتر ودرت هذيك الفليفله من الفوق بحال هكا ودخلتها للفران عرفتي كنهضر بالزربة عييت. المهم دابا كندوزو للعجين خديت العجين ديالي ومن بعد ما رطابت ولا واحد العجين مطاطي. نكملو من بعد ما درت بوز وارتحيت شويه خديت واحد الشغيمه ديال الماء ونكمل معاكم المونتاج. المهم صافي خديت هذاك المسيمنه ديالي ودرت ليها الزبده من بعد ما ذوبتها كيف ما كتشوفوا الفيديو راه موضح كلشي وكنرش شويه بالمايزينه اولا الناشا الذره ممكن تستغناو عليها كاع وديروا غير هذاك الشيء ولكن هي كتساعد في التوريق. وكندي المسمنه ديالي على هذه الطريقه هذه في الاول كنتنيها على نصفين ومن بعد كنعاود نجيب النص اللي في الفوق كنجيبو عند التحتاني وكنعاود بنفس الطريقه. المهم صافي هذه الطريقه راه ساهله البنات. نتمنى يكون الفيديو موضح كلشي واخا انا سرعته لكم حيت بزاف ديال الاخوات قالوا لي وليت تصغري الفيديوهات راه كيجيونا طوال. المهم هادشي اللي كاين صافي. من بعد كناخذ كل مسيمنه كنورقها وكنحط الحشوه ديالي وكنسدها غير بالزربه بحال هكا ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكناخذ المقص وكنحلها من الوسط باش كتعطيني هذاك الشكل ديال بحال العوينه صافي. غنبقى غدا بنفس الطريقه هذه الحشوه درت فيها ديك لافاكس ديال الخضره اللي صراحه صدقوني راه جات لذيذه جات لذيذه بزاف بزاف. المهم كناخذ المقياس ديالي وكنحلها علاش باش يبين ليا هذاك المقص ملي كنحلها ملي كطيب في الفرن كيبانوا ليا هذوك الورق الطبقات ديال هذوك الورقه ديال القرمشه. من بعد دابا غنخلي هادو انا غنكملهم وغنرجع نحيد ليكيش من الفران باش ما يتحرقوش ليا. من بعد ملي كيطيبوا الكيش ديالي فكيجيو بحال هكا كيجيو منفوخين كيجيو مقرمشين لذاد زوينين بزاف بزاف وكنتمنى انكم تجربوهم لانهم كيستحقوا انكم تجربوهم. بالنسبه للعجين ديال ليكيش ضروري غادي نحطها لكم في واحد الفيديو خاص ان شاء الله راني مشاركاها معكم بالنسبه للبنات اللي متبعيني راه غيكونوا شافوها عندي من قبل. والان غادي نمروا للبيتزا من بعد ما دخلت طيبتها غير من الاسفل غنخرجها ونخليها حتى نبغي نقدمها وغنشعل عليها من الاعلى باش تحمر ليا هذيك الفليفله. ومن بعد كملت المسمن الاول ودزنا المسيمنات الثاني اللي جاو على شكل بسيط لا صغيورين
كناخذوا نفس العجين ونفس الطريقه، كنحط الحشوه ديالي وكنجمع ليها القنيسات ديالو، وكتجي بحال هكا كتجي مزيانه الصراحه، صغيوره زويونه بريستيج، تستاهل غير تاكلوها. وهذا الشيء اللي كاين. المهم غادي ناخذ بيضه كامله، غادي نديرها مع شويه قطرات من الخل باش كتحيد لي هذيك الجهد ديال البيض، وكنرش عليها شويه ديال البافو. ممكن تستغناو على البافو، من بعد ملي كنخرجوها من الفران فهي كتجي مقرمشه زوينه لذيذه. واش غنقول لكم البنات؟ ما عندي ما نقول غير جربوها، وما تنسونيش من دعوات الخير. هادشي اللي كاين، انا كنحاول نتشارك معكم هادشي اللي غادي يفيدكم ويفيد الجميع صراحه. مهم نتمنى ما تنسونيش نتوما من البارطاج القدره الامكان العائله ديالكم، وما تنساوش اللايك، وجربوا هاد جربوا هاد البلاطو هذا، راه صراحه كيجي بلاطو بريستيج بامتياز صراحه. هذا هو الشكل ديال البلاطو ديالي كيف ما كتشوفوا. انا حطيت غير في هذا البلاطو صراحه، ما لقيتش شي تبصيل عندي مستطيل صافي، وانا نحط في هذا البلاطو هذا. هذا البلاطو كنت خديته حتى هو من ايكيا مؤخرا، كانوا داروه في السولد وخديته بشي 80 درهم. المهم هذا الشيء اللي كاين، بالصحه والراحه البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالبارطاج ولي كومونتير. والناس اللي اول مره كيتصادفوا مع الفيديو ديالي، فانا سميتي هاجر من قناه ام ريان، ما تنساوش تخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم، ومرحبا بكم معايا في القناه. وما تنساوش سبسكرايب، وما تنساوش ليا البصيمه هذيك اللايك ما تنساوهاش ليا. وصافي هذا الشيء اللي كاين، نخليكم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع وصفه جديدة، مع فلوغ جديد، ما عرفتش بالضبط شنو غادي يكون فيه. المهم هو انني غنتلاقى معكم. صافي هادشي اللي كاين، يلا بسلامة عليكم البنات، وتهلاو في ريوسكم، ونوضو نوضو حيدو العكز، ونوضو وجدو ليكم تنتوما واحد البلاطو بحال هكا يكون مزيان، ويكون بحال هكا بريستيج. وحتفظو بهادشي انا درتو في علبة، شي حاجه كليناها واللي بقى ليا درتو في واحد العلبه، ودرتو في المجمد الصراحه، وعاود جبدتهم الغد ليه، راهم جاو كيحمقوا، راه ما تشبعوش منهم. غير جربوهم، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير الزوينين ديالكم والتعاليق ديالكم. والا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات، والا كانوا كيعجبوكم بحال هاد البلاطوات بريستيج، ما تنساوش تخليوهم ليا في التعاليق. ان شاء الله غادي نشارك معكم بلاطو بريستيج ديال سوكريم ماشي صالي، غندير لكم شي حاجه حلوه لي طارت حلوين اللي معمرين، حتى هما عندي افكار بزاف كتير صراحه. كنتسناكم غير نتوما ما تبخلوش عليا بلي كومونتير باش نشارك معكم كاع هذوك الوصفات اللي عندي في الراس ديالي. يلا نخليكم.